دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من دوما كراتي. يمكن لولا المداهمات الاستباقية والتوقيفات اللي قام فيها الجيش بعرسال وطرابلس وبعض المناطق كانوا الدواعش فلتوا اليوم ببعض مناطق لبنان، لكن القطوع مرق. ومع انهم تظاهروا وصرخوا وعيطوا وهتفوا لداعش والنصرة بطرابلس وبعرسال، لكنهم بقيوا ضمن القفص. العوافي للرئيس نجيب مئاتي. العوافي مظاهرتين بطرابلس اليوم هتفوا مع النصرة وداعش، فشو رأيك؟ مضبوطة مضبوطة، ما تخافوا. حتى مصطفى علوش اليوم أعلن أنه صار في مربع أمني كامل بمنطقة باب التبانة. إيه وشو فيها؟ مضبوطة مضبوطة. طيب بركي توسع هالمربع لمناطق تانية. ويتوسع شو فيها؟ مضبوطة مضبوطة. طيب وبركي انفجرت فجأة وفلتت الأمور من بين إيديكن وبطل شادي المولوي يرد عليك، شو بيصير؟ آه هيك بتكون بطلت مضبوطة، وساعتها لازم تخافوا. حلو، شكرا للرئيس مئاتي. والعوافي للرئيس أمين الجميل. العوافي دعيت المرشحين لرئاسة الجمهورية اليوم انهم ينسحبوا ويفسحوا المجال لغيرهم. صح، يزيحوا بقى، بلكي غيرهم قدر يوصل. العمى ولو كيف عاملين، لا بينتخبوا لا بينتخبوا ولا بيزيحوا من درب النخيبة. طيب اذا انسحبوا وزيحوا، حضرتك مين بترشح؟ ما حدا، ما بتمنى لحدا انه تدقوا شوكي. ان شاء الله انا اترشح واعمل حراره وبرونشيت وبنموني وما حدا غيري ينصاب بشي. شكرا للرئيس امين الجميل. الشبح فضح عنده اليوم خبريه، وطبعا خبرياته بتكون حقيقيه 100% وما حدا بيعرفها الا كم واحد والشبح. تيك تك تيك تك تيك تك. مرحبا شبح. اهلا وسهلا. عرفت بالمدير اللي شحط وزير؟ شو؟ أنا بعرف إنه الوزير بيشحط مدير. بلبنان العكس بيصير. ومن هو هالمدير القبضاي؟ مدير الله منعم عليه بكذا وظيفة. إيه؟ فمن بعد ما الناس سبوا كتير الوزير لأنه مش عارفين إنه المشاكل سببها المدير. إيه؟ عمل الوزير كول للمدير وقال له هيك هيك هيك، فطبش المدير الخط بوجه الوزير وعمل ديسكونكت. يا لطيف يا شبح، وشو صار؟ هستر الوزير وراح على مكتب المدير وصار يدق، والمدير جوا ان وما يفتح له، يدق وما يفتح له، يدق وما يفتح له. وبالاخر؟ بالاخر عمل الوزير تيرن وفل مكسور، مع انه مفروض يكون مثل الصخرة، عرفتوا؟ مثل الصخرة، ايه ولو؟ بس ما تقول انه انا خبرتك. بعد الاعلان ابو مالك فوت فوت، بدنا نوصل عبيروت. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. بالوقت اللي دعي الوزير وائل بوفعور باسم النايب جنبلاط للمقايضة بين العسكريين وبعض المساجين، وبالوقت اللي أهالي العسكريين قاطعين الطريق بالألمون وحدهم تماما بطرابلس في ناس عم بأيدوا الخاطفين، بهالوقت كانوا المتظاهرين واللاجئين على عرسال عم بينادوا من قلب عرسال اليوم أمير النصرة أبو مالك إنه يفوت. لوين بده يفوت أبو مالك؟ خلونا نشوف دوري شمعون والتنين بشوفكم. 1 2 3 وها 1 2 3 وها 1 2 3 وها. بونجور رئيس دوري، شو عم تعمل؟ اليوم اهتز ضميري يا جورج فقررت اتصرف. ضميرك اهتز؟
على شو؟ على المظاهرات اللي صارت اليوم بطرابلس وعرسال. شئنا أم أبينا يا جورج، مش مقبول يكون في طرابلسيين حاملين علم داعش وعم يهتفوا الشعب يريد الدولة الداعشية. اوف، هيك صار بطرابلس اليوم؟ ايه، بس الحق من هيك اللي صار بعرسال. انا كتير بعرسال استفزوني. ليش؟ لانه حضرة جناب اللاجئين لعنا بكل وقاحة صاروا يهتفوا لامير جبهة النصرة ابو مالك فوت فوت بدنا نوصل عبيروت. استفزوني وكتير قعدت معي. معك حق، العمى شو وقحين ابو مالك فوت فوت بدنا نوصل عبيروت، ومنشان هيك عم تتدرب دوري. هيدا مش تدريب، تمرين للخلفية. كرمال شو؟ كرمال ابو مالك امير النصرة. اي والله والله، اذا نوي يفوت بدنا نفوته بطن هالاخو ش. يلا ما تلهيني. 1 2 3 فوت. 1 2 3 فوت. يلا وانا رح حط معك. 1 2 3 فوت. 1 2 3 فوت. برافو جورج. دوما دوما تك، دوما دوما تك، احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بننطر وقت